لا الفكرة، ما هو انت لما يكون عندك لحظة يا انت لما دحمة، يكون عندك بالشريعة لا تؤاخذني، لما يكون فيها سماح بالتعدي على الآخرين لا وسماح إجبار والفكرة الآخرين هي هذا، يتبعك، أنا هو بقول ما في مجال للتقدم يا أستاذ لحظة، محمود، عم تسمعني؟ هو شو بقول أنا الآن؟ أنت لما تقول الدين مش هو المشكلة، مش هو السبب في التخلف، لا، أنا أنت قصدي الكلام مثلا هلا في أوروبا الناس كانوا متدينين قبل 100 سنة، بس هلا حاليا لا ما بالمجتمعات كانوا متدينين، الأوروبية غير صحيح، غير بسبب صحيح، تقدم لا لا العلم لا لا مش وبسبب صحيح، المدارس الراقية مش وبسبب صحيح يا حبيبي، مش القانون. صحيح. أنت لما تتكلم عن الدين أنت لابد أن تفرق بأن الدين هذا يكون في موضع الحكم ولا ما بيكون في موضع الحكم. لا، لما الدين الدين كان في ما موضع الحكم أوروبا ما استطاعت أن تتطور وبقت 1500 سنة متخلفة، ولما الدين الإسلامي كان في موضع الحكم بقت الدول 1400 سنة مثل ما هو الحال متخلفة. ايه، بس استاذ إذن محمد، ليش في، أنا المسلمين خليني أقول لك ليش، المسلمين لحظة بس، من اكثر من 100 ما سنه بتخلي طلعوا عن الواحد حكم يكمل الدين. فكرته يا آدم، تعرف في مشكلة، ما بتخلي الواحد يتكلم لا لا، لأنه انا شو لا معقول، انا شفت الشيء بس اللي صار لي قاطع كذا كثير، فيديو عم هذا شوفك وانا بعرف أسلوبي فكرتك الجيد. يا استاذ محمد. مش لا ما بتعرف فكرتي، لما أنا لا أخلص فكرتي وقتها راح تعرفها. تفضل. عرفت كيف؟ الفكرة الأساسية أنت لما يكون عندك الدين في موضع الحكم ما راح يسمح لك بأنك تتطور، سواء الحاكم كان مسلم أو غير مسلم مثلا. اوكي، بس لكن ليش مثلا الاوروبيين عدد منهم لا بأس به، بيؤمنوا لسه بالدين، وفي منهم عدد كبير ما بيؤمن بالدين، وفي منهم بيطعن الدين، طبعا المسيح لأن يعني، الدين ليس في موضع الحكم. بس ما بيتخانقوا مع بعض. لا لا، انا عم بحكي لك هلا، هدول الشباب اللي عم يشتموك هن بموضوع الحكم. لا لا مش قضية، هذول الشباب متأثرين بثقافة إسلامية لا لا، زالت شو تحكم ثقافة هذه إسلامية؟ البلدان. أتحداك هدول الشباب اللي عم يشتموا يفقهوا شيء من الدين، إذا قال لي لا لا صفحتين ثلاثة بيفقهوا بيفهموا ولا ما بيفقهوا بيفهموا؟ بيفقهوا. اللي بيفقه بيحترم، يكون بيعلمك. لا مش صحيح. اللي بيفقه بيجيب القرآن، القرآن الجي هو تبعه. القرآن يحرض على الشتيمة. يا إيه؟ هلا شو بدي أقول لك أنا؟ الذي يشتم هو بالضبط يتخلق بأخلاق القرآن، الصحابة كانوا يشتمون، القرآن بيشتم. بس انا بعتقد انه مثلا لو الشعوب العربيه بيقووا شوي مناهج التعليم وبيساعدوا شوي شعوبهم راح يتطوروا، ما بقى راح يشتموا، راح يتغيروا خلاص، راح يصير الدين علاقه ربانيه بين العبد او بين الانسان وبين ربه، يلي بده واللي ما هذا بده. هذا متى؟ بس يا استاذ محمد، يعني نحن كمان ولدنا وكبرنا لما بمهم تنزع ديانه. القداسة من الدين. إذا الدين مقدس لدى الناس لا راح يعملوا كل البلاوي وما في مشكلة. لذلك هذه البلدان كل كم سنة بيطلع لنا جماعة بسبب قداسة الدين بنيلوا هذه البلدان من المغرب للعراق. أنا قبل شهر كنت بسوريا زيارة، بصراحة الوضع راجع شي 200، ما بعرف كم سنة لورا، بس إنه ما شفنا الدنيا قبل 200 سنة، بس أكيد إنه يعني الوسخ والبيئة خربت والحرارة صايرة دبل، ثاني أكسيد الكربون معبى، المازوت وسخ، يعني الخدمات صفر، الناس مش عايشين بصراحة، ما بعرف. ف أنا بظن هذا الشيء، هذا السبب، بعتقد بنظري أنا مو هو الدين، بسببه هو الحكام، بظن لا انه هو الدين، الحكام بشار الأسد كان ماشي في الدنيا والدنيا بتتطور، يوم ما طلع لنا هذول الثوار الإسلاميين نيلوا الدنيا. هلا انا معك انه الاسلاميين مو بس نيلوا الدنيا، مثل ما انت ذكرت قبل شي ساعة بظن، انه صار بدل الدكتاتور واحد 100 دكتاتور، وصار بدل الحرامي واحد 100 حرامي، بس كمان يعني بشار اهله اولاد عمه اولاد خالته هدول يعني كانوا سارقين البلد كلها يا استاذ محمد، يعني ما لا تفكر انه سوريا كانت جنة.
ما بعتقد انها تبنى، ولكن خلينا نعطي السيناريو. انت الان كلمتني عن 200 سنة لورا، طيب احنا الان لما تقول لي 200 سنة لورا، وخلينا نقارن سوريا بقبل الثورة، لما الناس قبل ما تعمل هذه الثورة ما كانت جنة، بس أكيد أنا أفضل من الآن بمراحل. بتشكرك لأنه قلبت الموضوع شوي سياسي. بس يا أستاذ محمد، لما أنت وابنك تستلموا بلد 40 50 سنة، وعندك يعني نفط والله مش وعندك مختلف غاز معك، وعندك يا قفص، آدم سوري شوي، حبيبي، عندك سياحة وعندك شعب يعني يا شغيل، يعني حبيبي الشعب السوري كان شغيل. ها صح. آدم أنا مش مختلف معك إنه عندكم ديكتاتور وكان عندكم فساد، فساد، مو بس فساد. تمام؟ اوكي. أنا مش هذا الكلام، مش أنتم، وإنما في كل البلدان العربية. أنا شو بقول؟ أنا بقول الشعب ما كان واعي، والشعب والدولة ما كانت مهيئة لأنك تغير الأوضاع فيها. وأكبر دليل على ذلك لما قمت بثورة، بدل ما أنت نقول إنه مثلا مشوار التطور 100 مش 100 خطوة 100 درجة، أنت كنت مثلا في الدرجة 14، لسه باقي لك 86 درجة قدامك. أنت بدل ما بتروح توصل ل 15 و16 و20، انت رجعت لخطوة 2، رجعت 12 درجة لورا. اذا هذا اللي انتو عملتوه في سوريا، بدل ما يشيل الفساد، وبدل ما يتقدم بالبلد، وبدل ما يشيل الدكتاتورية، لا، رجعتوا دكتاتورية اكثر، فساد أكثر، جهل أكثر، فقر أكثر، تدمير أكثر. أستاذ إذا محمد، بهذه الطريقة، بهذه الطريقة يا حبيبي، هذه الثورة جلبت مصيبة. وليش هذا الكلام؟ وإحنا لابد أن نعرف ليش. لأنه بعرف، ببساطة شديدة، أنا بعرف، لأنه ببساطة شديدة يا حبيبي، لأن إخوان الناس المسلمين اللي هن قاموا اللي بهذه، استلموا الثورة. لا أرجوك خليني أتكلم. الناس اللي قاموا بهذه الثورة ما كانوا يعرفون أي شيء عن حقوق الإنسان، ولا فارق معهم حاجة عن حقوق الإنسان، ما بيعرفون أي شيء عن الديمقراطية، ولا فارق معهم الديمقراطية، ولا بيعرفون أي شيء عن السياسة، ولا بيعرفون أي شيء عن تقدم الدولة. الناس كانوا متذمرين من نظام وهو جواتهم، احترامي الشديد، وأنا ابن العراق، عندنا نفس الغباء في العراق. الناس في جواتهم هم ألعن من بحافظ وبشار. لذلك هذا المواطن اللي كان ينتقد الدكتاتور هو كان دكتاتور أكثر من بشار وحافظ. لذلك هذا المواطن اللي ثار على الدكتاتور، أول ما صار الكلاشينكوف بيده تحول إلى الدكتاتور ألعن من بشار وحافظ. هذه الحقيقة. طيب أستاذ محمد، أنا مو ضد كلامك، بس أنت عم تحكي عن فئة معينة صح؟ أنت ما بتحكي عن كل الناس. أستاذ أنا ما محمد، يمكن أحكي عن كل الناس، أنا أنا لما كنت أحكي عن اللي أشوفه استنى والنتيجة. شوي، استنى أنا أعطيني ما سامي بحكي، أنا ما بحكي لحظة، ما بحكي عن شخص مش هكذا، أنا بحكي عن اللي مسك الكلاشينكوف، عن اللي مسك الحكم، عن اللي مسك من أكراد وعرب وإسلاميين وجيش الحر وجبهة النصرة والدولة وجيش جيش الإسلام وأحرار الشام وكل الفصائل بدون استثناء، كم كمل، كلهم كلهم بدون حتى القوات استثناء الكردية يا كمان. سيدي، اوكي. كلهم بدون استثناء، كلهم من جواتهم أكثر الناس ثقافة، جواتهم ديكتاتوريين لا يفهموا أي معنى للديمقراطية. مثلا استاذ محمد، انا لما كنت بالصف التاسع كان عندنا استاذ فيزياء كيمياء اسمه الاستاذ نظام، وكان عندنا استاذ علوم اسمه الاستاذ عبد الحليم. اعطونا درس اسبوع اسبوعين، عجبنا الدروس والكل كان بيفهم، الكل بالصف كان بيفهم منهم بيتعلم. طبعا صف تاسع تعتبر مرحله شهاديه، بتنتقل لمرحله ثانويه بعدين. اخذوهم من عندنا، اخذوهم على الصف الحادي عشر، ها،
وخلونا نحن بلا استاذ علوم فيزياء كيمياء لمده شهرين ثلاثه. هاي بسوريا يلي بيقول لي مثلا انه والله بشار كان كيف اشتغل صح واساتذه ما عندك. انا اجيت على اوروبا 2010 قبل الاحداث، لو طلعت ب 2009 بنهايه 2009. انا اسمي سالار، انا اسمي اسم ابني ادم، بس هدول بيسالوني انا كردي سوري، يعني انا دائما بقول للناس اني اتركك من سوري. التكست يا آدم، اتركك اوكي، لا بس مشان ايه، فانا اتركك من التكست، حتى مع استفسر. الاداره الذاتيه ما بتفق مع انظمتهم ولا مع اسلوبهم ولا مع طريقه الاداره، ما بتعجبني بصراحه. ايه، لانه ما ولكن فيها ديمقراطيه. اوكي، انا عايز باوروبا، اوروبا قمه الديمقراطيه. بس انا لما اجيت لاوروبا استاذ محمد، رحت على المدارس تعلمت هون 3 لغات وكذا لهجه، وانا عم اشتغل معي انت. فهذا معناته انه هون في تعليم وفي فرص، هنيك ما كان في تعليم وما في فرص. الواحد بيخلف له شيء 12 13 ولد وبنت، ما فينو يربيهم، والدوله ما بتساعد، والدوله كان عندها مصاري. طيب الناس اللي ما بتقرا وما بتروح على المدارس وما بتطلع على مدن ثانيه مشان تتعلم شغلات ثانيه اكثر واكثر واكثر، ليش انت برايك مواليد الاربعينات والخمسينيات اللي كانوا بيشتغلوا بالسينما، ها، كانوا منفتحين اكثر من اللي ولدوا بالثمانينات وبالتسعينات وبالسبعينات؟ ليش؟ لانه هن كان عندهم عدد الشعب قليل، وكان في مدارس، وكان في العمله كانت منيحه. اما الانظمه هذا كلام كله في غاية الروعة. الناس الآن أنا ما بحكي لك أنه الواقع ما كان هكذا، أنا بحكي لك أنه هذا الذي قاموا به غلط. ليش؟ طيب، لا مو بس لأنه غلط، ببساطة هو سبب شديدة، الكارثة استاذ محمد. يا عمي خلي الواحد يتكلم، ببساطة شديدة رجعكم لورا. شوف استاذ محمد، انت لما كنت بالعراق، ها، قبل ما يستلم صدام الحكم، انت قديش كان عمرك؟ يعني انت من مواليد اي سنه، لو ممكن تخبرني؟ مش مهم هذا الكلام، مش مهم أنا كم عمري. الآن فبدي اسالك التواريخ سؤال، ما لها علاقة بالعمل. قديش كان افهم بيسوى؟ كلام أرجوك، افهم كلام يا آدم. الحياة ما لها علاقة بالأعمار. أنت تستطيع الآن، إحنا جالسين نتكلم في 1400 سنة و2000 سنة و5000 سنة، ما تحتاج إلى أعمار، أنت تحتاج إلى فهم. عرف كيف؟ ثقافة، فهم، وعمل صحيح. هذا الكلام معدوم في العالم العربي، لذلك أي عمل بتقومون به عشان الإصلاح راح يجيب نتيجة عكسية. لماذا؟ لأنه ما في وعي. هذه الحقيقة. لكن اللي تسبب بتدهور العملة بالعراق وبسوريا وبلبنان، وتسبب بجهل العالم، ها، معناتها هدول ما لهم ذنب. الذنب هو انه الناس كان لازم يكونوا مثقفين وواعيين. كيف بدي يكون مثقف وواعي وانا اكل ما عندي؟ انا ابوي كان راتبه 5000 ليرة سوري أنا ما بال2000، بقول لازم يكون ها. عندك ثقافة وعي، أنا أعطيك طيب النتيجة. الواحد كيف ثورة راح يكون عنده الجياع ثقافة وعي وما لحظة، بيقرأ؟ افهم يا عمي، ثورة الجياع ما ممكن يأتي لك بدولة ديمقراطية. الديمقراطية بتجيبها النخب المثقفة لما بتكون واعية، عارفة كيف ممكن تعمل دولة حقيقية، مش شوية ناس إسلاميين همج يقوموا بثورة وأول حاجة يريدوا يعملوها يطبقوا الشريعة الإسلامية. هذا الكلام لازم نتوجهه للاخوان المسلمين، ولا مو للشباب المسكين مين اللي هم عم يدور الشباب على المسلم؟ الانترنت. هدول اللي كل معك، الناس في هدول اللي نهاية عم يتابعوا مطافة. على تيك توك 3 ارباعهم مسكين. آدم، كل الناس يا حبيبي في نهاية مطافها صاروا جنود عند الإخوان والسلفيين والجهاديين وكل هذه الجماعات الإسلامية. عشرات الآلاف من الشباب صاروا مقاتلين عند هذول. مش الفقر هو السبب؟ لا أنا برأيي هو الفقر بصراحة. أنت بكيفك ممكن تفسر الأمور بالطريقة اللي أنت تريدها، ولكن الحقيقة في نهاية المطاف هي واحدة، أن هذا الواقع لم يقدمكم إلى الأمام، وإنما جعلكم ترجعون لوراء عشرات السنين. فأما تفهم الحالة والواقع، والموجة الثانية من الثورة
بعد ما أدري بعد 50 سنة بيكون وضعكم أفضل، أو أنكم تستمروا بالطريقة بنفس الطريقة وبنفس التبريرات، وبالتالي راح توصلوا لنفس النتيجة. طالما أنكم بتبرروا لأخطائكم وبتفسروها بهذه الطريقة راح تقعون بنفس الأخطاء، وأنا ضامن لكم هذا الكلام. تتخلصون من هذه المشاكل لما تكونون صادقين مع أنفسكم وتقولوا نعم إحنا عندنا مشاكل وعندنا مصايب ونقطة، مش لأنه. أتركك من لأنه، استمروا بثورتكم وبتوعية الناس قبل الثورة. قبل ما تعملوا توعية ما راح تكون في ثورة ناجحة، راح يطلع لكم 50 ألف جماعة إسلامية ويستقطبوا عشرات الآلاف من كل بلدان العالم ويتعيدوا نفس الفكرة، ويجي النظام الحاكم ويستغلكم ويمشيكم مع احترامي الشديد مثل البهائم وانتم ما بتشعرون، بالضبط مثل ما عمل بالثورة السورية. الثورة السورية لو كان انتم عندكم عقول كنتوا الآن سقطتوا أسد، وما حصل هناك قصف واحد لسوريا لا من قبل الأمريكان ولا من قبل روسيا، وحتى الروس كانوا مقتنعين بأنهم يجيبوا المعارضة ويحطوه بدال الأسد، ولكن لما شافوا المعارضة قالوا والله يعني 1000 غبي مثل بشار الأسد ولا أذكى أذكياء هذول الناس اللي في المعارضة. هذه الحقيقة. هاي 100%، هاي 100% 100%. المعارضة معك، عندك حلين، حل سيء وحل مو بس أسوأ، حل ما بيتعامل معه نهائيا مع الأسف. بس أنا مصر على كلامي إنه البلد اللي بتربي أبنائها مواطنينها على العلم وعلى المعرفة بتنجح. بس الإسلاميين تسببوا بترهيب الثورة وعطت 100 ضوء أخضر وأخضر للروس ولغير الروس ليتدخلوا، وما شاء الله يعني مثلا إيران هي مش أحسن ولا أذكى إيه، والناس كل واحد بيدور على مصلحته. الأحزاب الكردية الأناكسة أوسخ من التانيين، كل واحد بده مصاري وكل واحد بده مصلحته الشخصية، فنادق ما فنادق، بيروحوا على الفندق 5 نجوم بيجيبوا لهم شغلات كتيرة، بيصوروهم بيحطوهم تحت الأمر الواقع، بيهددوهم بيساوموا معهم على كل شيء، وعم بيعطوهم شوية مصاري مشان هن يعيشوا. بس بالنهاية إنه أثبتوا الشعوب العربية إنهم مش دول ولا راح يصيروا دول، ولا راح يصيروا دول. بالتسعينات لما كان واحد بيطلع على أوروبا أهاليهم كانوا بيقولوا ابن فلان راح على الدول، ما كنا بنعرف شو يعني الدول، بس لما أجي على أوروبا فهم شو معناه مفهوم الدولة. عشان ما نتوسع أكثر في هذا، لحظة يا لحظة أخي، ثواني بس اصبر شوية. Vi var informerade att den finns ute, om det är så att ni inte har fått den
المعذرة أخي. لا خذ راحتك. عم بقرأ شوية تعليقات الشباب اللي معك. طيب أخي آدم، عشان ما نطول أكثر في هذا الموضوع، عندك شيء ثاني تحب تقوله؟ بحب أقول إنه أردوغان استغل الثورة السورية لصالح ولصالح بلده، ونجحت معه بسبب قلة وعي الشعب، وسرقوا 3/4 سوريا، واحتلوا مدن مدينة عفرين، وهجروا سكانها، ودخلوا فيها ناس تانيين، وصارت المشكلة 100 مشكلة، والموضوع لسه ماشي أكتر وأكتر. وأنا بشكر الله لأنه أنا عايش بأوروبا بصراحة، أنا وأولادي، وبتمنى الخير للي عايشين هنيك، وبتمنى من الإدارة الزادية الكردية بالمنطقة الكردية يعملوا مدارس حلوين للناس ويعلموهم بشكل منيح. بتمنى يعملوا هيك كذا مصح للأطفال المعاقين، ياخذوهم الصبح يرجعوهم المساء، لأنه بدولنا اللي عنده طفل معاق بيضل الأب والأم مرتبطين بالبيت 24 ساعة ما فيهم يتحركوا، وهي مش حالة إنسانية. ويا ريت يعني يا ريت يكون في رفق بالناس هناك، ومع المعاقين ومع الأيتام ومع شو بيسموهم الأرامل، يكون عندهم مخصصات وشغلات وهيك. بتمنى يعني هالشيء هذا للناس، وبتمنى من قلبي بس. نعم. وبظن انه في امكانيه، بظن في نفط، في غاز بينباع بالسوق السوداء منيح يعني. وتحياتي، بدي اعطي وقت لغيري، شكرا لك حبيبي. وبتمنى بتمنى بتمنى من الناس يعني يصيروا واعيين ويقروا اكثر واكثر طيب شكرا كثير. ويتقبلوا بعض. مثلا مدينتنا كان اسمها ديرك، ديرك يعني كنيسه نعم وحده او دير واحد، نحن تمام والمسيحيين كنا عايشين مع بعض نفس المدارس، ما تمام كان بيننا الا مشاكل ولا شيء. تحياتي. شكرا، أهلا وسهلا، يا هلا. مرحبا أستاذ محمد، بارك الله مرحبا يا فيك. هلا، أهلا وسهلا. شو في اسمك البداية اخي؟ أنا بس اعطيني اسم اناديك بيه. أسامة. هلا اسامة، هلا. حياك الله. أنا الحقيقة يعجبني في طريقة طرحك أن اعتمادك العقلاني في مناقشة الأمور يثري العقل ويحفزه إلى أنه يتوجه التوجه السليم في البحث والتحري بغض النظر عن النتائج. يعني كل عقل يحتاج إلى أنه ينقذ نفسه من أي معتقد أو أي مذهب أو أي خلق يدعو إلى ثناء البشرية أو إلى أذية البشر أو إلى احتقار حضرتك القدرات مسلم يا البشرية. أستاذ أسامة؟ نعم أنا مسلم، نعم أنا مسلم. و يعني سني ولا شيعي؟ أنا الحقيقة من
خلفية سنية، ولكني أؤمن بكثير من ما هو موجود في المذاهب الأخرى. فما تستطيع تقول سني صرف ولا صوفي ولا شيعي ولا، يعني أنا أبحث عن الحق فترة طويلة، أبحث عنه باجتهاد ضعيف، اجتهاد بسيط، يعني ما هو ذاك الاجتهاد الكبير، لكني أتأمل وأناقش وأراقب و أحكم الأمور بحسب ما يأتيني يعني من حكمة. في كثير من طرحك أرى أنك يعني تهاجم الدين بسبب أنه هو السبب اللي يؤثر على سوء الأخلاق البشرية، في حسب ما فهمت أنا، وممكن صححني. أنا أعتقد بأن كل البشرية سواء اعترفوا بأنهم يتبعون دين أو أنهم بلا دين، هم الحقيقة عندهم دين، حتى الذي ينكر الديانات هو عنده دين. وأنت تعرف في كيف اللغة الذي لا الذي موضوع، ينكر الديانات عنده دين؟ لأنه إحنا ما ما إحنا إشكالنا في الديانات، وإشكالنا حتى في الاختلافات البشرية دائما على الاصطلاح، كيف؟ لا نتفق على أنا بس اصطلاح أنا معين. أريد أفهم هذه الطريقة في التفكير يا أخي أسامة، أنك أنت تفرض مفهومك على الناس، هاي مشكلة. كيف شخص ينكر الدين تقول أنه هو عنده دين؟ أنا أقول لك كيف. إحنا علينا بالمضمون وليس بالمسمى. قد يكون، نعم، المضمون أي شخص يدين إلى نظام معين يدين إليه، لا وهذا، لا، نعم، مش نظام. النظام لا يسمى دين. الدين هي مجموعة قوانين تنظم علاقة الإنسان بإله وعلاقة الإنسان بالإنسان. إذا الإله خرج من هذه المنظومة لا يسمى دين. أنت قبل فترة من كلامك قلت إذا أنت اتبعت الشيخ الفلاني فأنت عبد للشيخ الفلاني، إذا أنت اتبعت محمد صالح أنت عبد ممكن تكون لمحمد صالح. عبد له، ولكن لا يسمى الدين هذا إلا أنا إذا يعني في اتخذته إله. قد يعني حتى لا نختلف ولا بمعنى نخليها إشكال. الدين، لحظة يا سيدي، الدين فيه قداسة، غير الدين قد تكون فيه قداسة وغير قداسة، لكن ليس فيها قداسة. الدين لا يسمح بألف باء مخالفة، بينما غير الدين يسمح، لأنه هو في النهاية أنظمة بشرية. جميع الأنظمة فمن في الخطأ جميع أنك الدول، تأتي من الخطأ أنك تأتي وتسمي الذي لا يعترف بالأديان، لأنك أنت عندك هلوسة الدين، تأتي وتسميه أنه أنت متدين. لا، هو مش متدين، أنت متدين وما عنده دين. يعني قد نختلف في المعنى هذا نظرا هو شوف يا أخي، لمستوى يعني فهمنا أنت للدين. مثلا ترضى، هل ترضى مثلا بأن اللاديني أو الملحد مثلا يأتي ويقول المتدين هو في حقيقته ملحد؟ ما تقبل منه هذا الكلام. أنت تصنف نفسك على أنك متدين وأنك مؤمن. ما ينفع واحد ثاني يأتي ويقول لا، أنت مش مؤمن وغير متدين. كما أنه ليس لديه الحق أن يفعل هذا معك، أنت كذلك ليس لك الحق أن تصنفه بقواعدك أنت وبفهمك أنت، تصنفه بما يصنف به نفسه. هو صحيح، يقول عن نفسه لا ديني، يقول عنه لا ديني، خلاص تنتهي أنا الليلة. أتفق معك تماما في هذا. ما يصلح، ولا الإنسان هو الذي يسمي نفسه ويسمي منهجه والطريق الذي اختاره، ولكن الذي أقصده أن كل المجموعات البشرية والأفراد البشريين ينتمون إلى نظام معين أو يدينون إلى قانون حاكم لحياتهم. سميه دين، سميه لا ديني، سميه ديمقراطية، سميه شريعة، سميه أي اسم، في النهاية البشر مضطرين اضطرارا ملحا إلى أن يتحاكموا، لأن سنة البشر من الأزل أنهم يعني يبغون على بعضهم، يعتدون على بعضهم، يطمعون في أيدي بعضهم. فهذا
الاختلاف عند البشر حصل في أنهم هناك من أنكر الدين وهناك من طيب أخي، يعني هذا اللي اعتد أنت بدين بتقوله، آخر. أنت تعرف ماذا تفعل الآن؟ أنت تسرد أمور لا يختلف عليها لا متدين ولا غير متدين. اذكر لي ما هي النقطة التي تريد أن تذكرها أو تتكلم فيها، عشان ما يكون أيوة سرد للمسلمات يعني. سلام، كلامك سليم. الذي أريد أن أقوله أن كلما كل الأشياء التي يتعارف عليها البشر، يتعارف عليها البشر بجميع أطيافهم ودياناتهم وأشكالهم وألوانهم، من المعروف، المعروف الكرم، الرحمة، الإحسان، العدل، كل هذه القيم هي القانون المشترك البشري الذي ينبغي على البشرية أن تتبعه. موضوع الديانات أو حتى الأنظمة بمسمياتها كانت دائما تستغل من الذي بيده السلطة، الذي بيده القوة يستغلها لصالحه. هذا دأب البشر منذ يعني سمعنا شعارات كثيرة، بغض النظر إيش الشعارات هذه، أسماءها دينية أو غير دينية، في النهاية كان المستنفعين منها هم الذين قاموا بالصياح يعني لها أنت تقصد أن النبي محمد كان يستغل الدين؟ لا، أنا أؤمن وأقدس النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيوة، على أي، نعم. بما أنك أنت قلت دائما وعلى مر التاريخ وكل هذا، على أي أساس استثنيت نبيك في هذا الموضوع؟ لأني أنا أعتقد بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل من الله عز لا وجل يهمك، لا للبشرية، وأسأل الله رحمه. نبيك، لأن خلينا نشوف هل النبيك استغل هذا الشيء لحاله ولا لا، لنرى. أنا أنت كمسلم كم امرأة يجوز لك أن تتزوج؟ يحق لي أتزوج 4 إذا كنت أعدل، مثلا وثلاثة نبيك وربع. النبي صلى الله ونبيك عليه كم واحد وسلم حق له أن يتزوج؟ كان له حكم يختلف عن غيره. لا، ما بتكلم، كم حق له، كم حق له أن يتزوج؟ كم تزوج يعني تقصد؟ كم يحق له أن يتزوج؟ هل هو مثلك أو أكثر؟ لا، هو كان صرح له يعني فتح له، ثم أمره الله عز وجل بأنه لا يتعدى ما تزوج من النساء. يعني كم شخص، كم امرأة؟ تزوج 9. أنت ما هو نصيبك من الغنائم؟ النصيب هناك شيء لعامة المسلمين، والخمس للنبي وآله عليه الصلاة والسلام. أنت نصيبك في الغنائم لما تكون مجاهد كم هو؟ من مال المسلمين، يعني مجموع مال المسلمين يقسم على ما بقي، يعني لا ما أعرف أنا بالضبط يعني، ولكن يقسم. ولكن أنا ممكن أعطيك نصيبك. أنت نصيبك جزء من أفراد الجيش من أصل 80% من الغنائم، صح؟ جزء من أصل 80%. يعني أنت مثلا لو كنت 1000 شخص، أنت نصيبك واحد من على 1000 من أصل 80% اللي أنت تغنمه. نعم، صحيح صحيح صحيح. يعني أنت لو كان عندك 1000 دينار تجيب 800 دينار، وأنت 1000 مقاتل توزع هذا 800 دينار على 1000 مقاتل، يعني كل بالضبط. واحد يطلع له أقل من دينار، صح؟ نعم بالضبط طيب صحيح، النبي يطلع له بهاي الحسبة كم؟ يطلع له 20% كم يعني؟ من 1200. هل هذا استغلال للسلطة ولا لا؟ لا، ليس بهذا الطريقة، لأنه لا لا لا، هو بالضبط بهذه الطريقة. يعني الكلفة اللي على أنت طاعتك مقيدة بطاعته هو، طاعته هو مطلقة، عليك أن تطيقه في العسر واليسر وفي المنشط وفي المكره وعلى أثرة على نفسك. لا شك في هذا. أنا
ما إذا لا شك انا لما قبل تأتي لحظة، لما أنت تأتي وتقول أن نبي ليس داخل في هذا الإطلاق اللي أنا أعطيته، تبين بما لا يقبل مجال للشك أن نبيك عنده امتيازات فقط لأنه نبي، ما عندوش أي ميزة. ليش يأخذ 20% من الغنائم؟ على أي أساس؟ مجرد انه نبي، يعني هي الكلمه، لانه انت لا مؤاخذه يعني اعتبار النبوه عندك ضعيف، فتقول لا، انه مجرد نبي. هو المفروض بما أننا نتكلم عن العقل، بما أنه هو نبي المفروض يكون أكثر تضحية من غيره. يعني بمعنى، لو إحنا عندنا 1000 دينار وعندنا 1000 مقاتل، هو ما يأخذ 200 دينار، هو يأخذ دينار واحد ويقسم الدينار اللي عنده على المقاتلين وعلى الفقراء، بينما هو ماذا فعل؟ أخذ 200 دينار وما وزعه بقية يعني هذه الأمور إلا على نفسه. لو احنا إحنا لأن نقول لحظة، لو نحن نقول لو الأصل عند بقية الناس 4 نسوان، المفروض أنه هذا النبي يقول أنا أكتفي بامرأة واحدة وأتبرع ب3 نساء عشان الشباب المسلم يلاقوا نسوان يتزوجوها. المفروض أنه بما أنه هو نبي يكون أكثر إيثارا وأكثر أخلاقا وأكثر رفعة وأكثر تضحية، بذلك استحق مكانة النبوة. بينما نحن نرى العكس تماما، أنه هو ماذا يفعل؟ جعل لنفسه خصائص بسبب هذه النبوة. هو تأمل الفكرة. نعم، في حالة النبي عليه الصلاة والسلام، المسألة أول شيء قبل أن نناقش الفعل الذي فعله، هذا الفعل لا يمكن أن نفهمه إلا إذا إحنا لا سلمنا. ممكن نفهمه، ممكن. طيب أنا لأحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم في تاريخه، في حياته، كان أغنى العرب، أغنى من أغنى البشر في زمانه، غير خارج صحيح، منزله. غير صحيح، غير صحيح. كان عامل عند خديجة، كل ما كسبه من مال هو كان بسبب خديجة، ما كان أغنى الناس، كان الغنائم عايش عالة على خديجة، ما كان عنده أي شيء. الغنائم التي كان يكتسبها، هل كانت الغنائم بسبب التي كان يكتسبها، عرفت كيف؟ كان ببساطة شديدة يعايش على ذلك، ولذلك قال جعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني بمثله مثل أي قاطع طريق. احنا اذا تكلمنا بهذا، فجميع الكسب، جميع الكسب في كل الدول العظمى وغيرها، يعني سواء اللي طبقت الديمقراطية او الالحاد، كلها قائمة على هذا المبدأ، ما قائمة على عنديش مبدأ. مشكلة، قل عن جميعهم مجرمين قطاع طرق مثل النبي محمد، لا اقول ولكن ان محمد، لا تقل لي أن النبي محمد كان أشرف منهم، ولا أشرف ولا حاجة، قاطع طريق مثلهم، مجرم مثلهم. أنا يعني أستاذ محمد، وأنت اسمك محمد، أنا أرجو أنك بس يعني من باب الخلق اللي بيننا أنا كإنسان، أنا مش عندي إيه؟ طريق أنا عندي أخلاق قداسة عشان للنبي، تلفظين لي أنا هذا أفهم الكلام. كلامك من غير أنا أحدد. ما تعرضت لشخصك عشان تقول لي هذا الكلام، إحنا نتكلم في شخصية عامة وأنا أنزله بالقواعد اللي أنت تكلمت عنها. أنا ما أسأت لك حتى تأتي وتطالبني بخلق، يعني عرفت كيف؟ بل أنا الصواب أنك تقول هذا الكلام، لأنه أنا أي شخص يأتي يزايد علي بالأخلاق وهو مسلم أذكره بما موجود في قرآنه وما موجود في سنة نبيه، كيف أنه كان يتنقص من الناس ويسبهم ويقول عنهم أقذع العبارات. فلا تعمل علي هذه المزايدة، لأنه لو عديت لك الإهانات اللي موجودة على غيرك والتنمر والمسبات اللي موجودة في القرآن والسنة ما راح ننتهي. فلا تدغدغ هذه المشاعر عندي، يعني مش في لا، صالحك. أنا ما دغدغة، أنا ما زلت أقدر فيك إنزال العقل ميزانه.
وأتكلم معك بهذا المستوى. إذا إحنا نتكلم في ميزان العقل، ميزان العقل هو المفروض يقول هكذا: هذا النبي لنرى هل هو داخل في هذه الاستثناءات ولا لا؟ مش داخل في الاستثناءات، هو مثله مثل بقية البشر. هو فإذا حتى قلنا أن بقية البشر، بقية الحكام كانوا مجرمين، نقول عنه هو كذلك مجرم. إذا قلنا أن أنت بقية الحكام ناس رائعين وناس في غاية الروعة، نقول عنه كذلك وفي غاية الروعة. وإذا في قلنا النهاية عنهم أنبياء، نقول عنه نبي، ما عندناش في مشكلة، في لأن النهاية فعله هو لا يختلف عن فعل هذول الناس، إلا اللهم زيادة في القتل، في الاستغلال، إلى آخره. هو في النهاية لم يكن قاطع طريق، هو لم يقطع طريق، هذه الأموال قاطع لم العالم، تكن لما قطع. خرج في بدر أراد أن يقطع الطريق على قافلة، لما هل قطعها؟ لأنه قطع الطريق ما عليه. القافلة، ما لحق القافلة، القافلة استطاعت أن تفلت منه. لكن في مجمل الأحكام الإسلامية هي ما يمكن أن نفهمها إلا إذا احنا اتبعنا سلمنا للأمر، مثل لا، الآن هذا قياس فاسد، ليش؟ ما أين القياس الفاسد لأنه في هذا؟ ببساطة شديدة أنا ممكن أأتي لك وأقول أنا نبي وربي أمرني بإني أغتصب أمك وبنتك وزوجتك وأختك وخالتك وعمتك، وأنت لا يمكن أن تفهم هذا الكلام إلا إذا اعتقدت الفعل الذي أنا أفعله هو فعل معصوم، وأنه هذا هو في مقام النبوة، لذلك خطأ هذا الكلام. نحن نأتي بالفعل ونحكم عليه مجردا دون موضوع النبوة. نعم، احنا نحكم به اذا فهمنا الحال. انا على فكره، يعني حتى ازيد من التوضيح، انا ارى ان كثير من السيره النبويه وكثير من الاحاديث عبث فيها، عبث يعني عبث كبير، ولذلك هناك كثير من المعاني اريد فيها التشويه لصوره النبي من الذي وحاله عليه شوه؟ الصلاه والسلام. ها؟ علماء من الذي برأيك شوه هذا الشيء؟ علماء 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 وسلطات وسلطة علماء سلطة المسلمين كل وسلطات ما المسلمين شوهوا سيرة النبي محمد، نعم السلطات وربنا هم شو كان جالس يعمل؟ الله عز وجل قال عن هذا، قال وما تفرق الذين أوتوا